هي اوضه رمضان؟ اي فتشوها. ليه يا حضره الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضره الضابط، مش ممكن يمد ايده على حد غير. ده اعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما ضربش حد. معقول؟ معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن. مستحيل رمضان يختلس. انا متاكده ان المساله فيها حاجه غلط. رمضان مش ممكن يعمل كده ابدا. يا اختي كفايه الفضايح والبوليس دخل بيتنا. قال لي قول لي يا جدعان انتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس يا اخويا. اختلس ولا ما اختلسش، المهم ان خدهم. اه بانه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجه يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبيين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا نفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار. الحمار قال دحزن لحمير. يا اخوانا عيب كده العفره دي، مش معقول هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم. اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياه ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صل على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ هعمل ايه يعني؟ اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان عليه ازيك يا رمضان؟ ازيك انت عليك؟ عارف انت انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش، هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدن، بس امشي انت. روح انت عليه، روح وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى ما توديليش في داهيه. الله، امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر، اتفضلي يا ست. مع السلامه. وانت حلويتي وبقيت ملفوفه كده. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. انت محلويه كده. ها ايوه يا سيدي اهو، هات الاكل يا باشا. طيب يا سيدي اتفضل. تمام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. ده رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقولها بيه. انا فعلا ماشي دغري. عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا ام وسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتحمس كهربائي ولا عوق سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروف من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك قال عن 100 مره مما لو سجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه، يلا خلصنا حياه ابوه، يلا بالقضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف، واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه، حسبته لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6,000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكان. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش معزاه. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر افكر في ايه يا سعاده البيت؟ انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه. هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. جنيه زي 1000
يبقى انسرقت سرقه جمل. مش واخد بالك انت على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو؟ يعني مفيش فايده في دماغك، انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس، وساعتها اللي حطوه الابيض والاسود وهتتحبس برضه. وما حياة فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي؟ اخرج اروح في ايه؟ هتخرج بره؟ هتروح؟ ادنى ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا، ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام، والحكم اوام اوام، والسجن اوام اوام، عايزين نخلص. الله، ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك، أو تلاقي لك محامي دافع عنك. والله يا سعادة الباشا المسألة لا محتاجة محامي ولا غيره، القانون واضح والمادة معروفة ومحفوظة، إنما في دماغ حضرتك عايز تخرجني، خرجني، يمكن لك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصية. معلش بطاقة؟ وروني بقى هتعملوا إيه؟ ولا يمكن حضرتك أهو؟ لا في بطاقة. أهي أهي، يمكن لك هدف تاني. بس شفت الصورة بتاعتي حلوة. طب اتفضل اديها لهم. حاضر. صورة جميلة من ساعة ما كنت في الإعدادية. أي والله. اتفضل امشي. هات يا سيدي. اتفضل. ما تخافش. مع السلامة. أي والله، خلي التذكرة معاك. مع السلامة. السلام عليكم. مش عايزين أي حاجة من بره؟ مع السلامة. السلام عليكم. روح فين يا فين؟ خش خش. إيه يا ده العيب؟ البيه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجة عجيبة. عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاعد قاعدين وبيخرج بكفالة. بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف فيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. ايوه انا اللي انت. ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى تدخل حرامي حرامي. ايه كتكنيل؟ احنا ناقصين، هم راضيين حد يسجنوني. يلا امشي بلا قلب يا كفار. ماما يا ماما. ايوه يا علي، في ايه؟ رمضان رمضان جه يا ماما. رمضان رمضان. الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ايه عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هما مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يا اختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا. خطوة عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك، ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين ما هحضر لك الاكل. يا اختي عليك وعلى جمالك، يا اختي حلاوتك. الا قول لي يا اخويا. هم صحيح كام؟ هم ايه دول؟ 2 مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون. امال كام يا عين امك؟ مفيش، والله مفيش. هم 400,000 جنيه عمي. عمي؟ عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين. دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لا نط من الشباك.
مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنة؟ أكني سافرت أي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين. دول 400,000 جنيه. أموال الدنيا كلها ما تساويش إنك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفاية إنك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري. الناس مالهاش غير اللي قدامها. ثم أنت مش كنت زعلانة إن أنا ما عنديش شهادة جامعية؟ أدينا هجيب لك شهادة جامعية من جامعة أبو زعب. أنا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متأخر يا علي. مش متأخر ولا حاجة، أنت ممكن ترجع لهم فلوسهم. قال ده إحنا نبقى بنهزر بقى يا أستا علي، وأنت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمة وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم أنا عايز أعرف بقى بصراحة، أنت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايفة لا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعة. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنة دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. أنا ما بتكلمش على الجواز. اللي بيني وبينك أكبر من الجواز. أكبر قد إيه؟ كم كيلو يعني؟ خليك واقعية يا علي. من يومين ثلاثة أمك ما كانتش طايقاني. دلوقتي بتقول لي يا ضناي، إحنا في زمن بطاقة الإنسان فلوسه. فلوسه. فلوسه بس يا علي. اسألي جعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ النمائيه هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كب كبدي.